تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بداية، ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن أمس اجتماعا للحكومة استهل بدراسة المشروع التمهيدي لبيان السياسة العامة للحكومة الذي سيقدم على مستوى البرلمان طبقا لأحكام الدستور. جدير بالذكر أن الوثيقة المعنية تتضمن المعطيات المتعلقة بتجسيد الأعمال التي باشرتها مختلف القطاعات وكذلك الحصيلة المرحلية لإنجازات الحكومة منذ المصادقة على مخطط عملها شهر سبتمبر 2021. في قطاع العدل، قدم وزير العدل حافظ الأختام مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. كما قدم وزير العدل حافظ الأختام عرضا حول المحاور الكبرى للمراجعة الجارية للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. في شأن التربوي، ومع اقتراب موعد الدخول المدرسي وتحسبا لإدراج اللغة الإنجليزية ضمن المقرر الدراسي لتلاميذ السنة الثالثة ابتدائي، شرع أمس الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية في عملية توزيع كتب اللغة الإنجليزية، حيث انطلقت أول شحنة إلى ولايات أدرار، تندوف، بشار والنعامة، على أن تعمم العملية لتشمل كل ولايات الوطن، وذلك قبل موعد الدخول المدرسي. المزيد مع حفصة جالي. My Book of English، أول كتاب للغة الإنجليزية موجه لتلاميذ السنة الثالثة من المرحلة الابتدائية، يشرف على إصداره الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، وهذا تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء بضرورة إدراج هذه اللغة الحية ابتداء من هذا الموسم الدراسي. أنا ندير له التصميم والتركيب فيما يخص النصوص، معالجة الصور والرسومات، نخدم بمشاركة زملائي، هما يجيبوا لي لي ديسان رسومات وصور يعالجوهم. حنا يجينا هذا الفيديو عليها في بي دي اف، ومن هذا الفيشي هذا نبدلوه، نقوم بعمل التركيب، نركبوه على أساس الصفحات باش يعطينا كتاب أو كراريس من تاع 16 صفحة ولا 32 صفحة حتى 64 صفحة. وسعيا لتوفير هذا الكتاب لجميع التلاميذ، أصدر الديوان الوطني كتابا خاصا على طريقة البرايل لفئة المكفوفين، في خطوة لتكافؤ الفرص بين كل الفئات في المجتمع. كل كتب البرايل للأطوار الثلاثة متوفرة موجهة للمكفوفين، زيادة على ذلك كتاب البرايل للغة الإنجليزية لسنة الثالثة ابتدائي. ولضمان تزويد كل مدارس الوطن بهذه الكتب الجديدة، انطلقت اليوم أول شحنة نحو ولايات الجنوب لتعمم العملية خلال الأيام المقبلة في باقي ولايات الوطن. الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية شرع اليوم في الشحنة الأولى لتوزيع الكتاب المدرسي لولاية تندوف، بشار، أدرار والنعامة، وبدأت عملية الطبع أمس 6 سبتمبر، وسيصل الكتب هذه كل المدارس 21 سبتمبر إن شاء الله، ويكون كل الكتب جاهزة لتستعملها والتمدرس بها. تدريس اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي ابتداء من هذا الموسم الدراسي قرار جاء تماشيا للتحديات التي يشهدها العالم من التطور التكنولوجي الذي يعتمد على هذه اللغة العالمية. ويتضمن الكتاب الذي تم إعداده وفق مناهج وزارة التربية الوطنية المتعلقة بمرحلة التعليم الابتدائي ووفق دفتر الشروط البيداغوجية الصادر عن لجنة الاعتماد للمعهد التكنولوجي للبحث في التربية، يتضمن نشاطات متعددة تسمح للمتعلم بالتعرف على اللغة الإنجليزية، كما تسمح له بالتواصل مع الآخرين بلغة سليمة وسهلة وكتابتها بشكل صحيح ويسير. الروبورتاج لما يخرفي ووهبة دنداني. كتابي في اللغة الإنجليزية المعتمد من طرف وزارة التربية الوطنية، الأول في اللغة الإنجليزية بالنسبة للتلاميذ المقبلين على تعلم هذه اللغة من خلال ممارسة نشاطات تمنح التلميذ فرصة التواصل شفهياً.
أعلن السيد الرئيس مؤخرا عن إدراجها في التعليم الابتدائي ابتداء من السنة الثالثة وانطلاقا من الدخول المدرسي الذي هو على الأبواب، كنا تقريبا جاهزين. لهذا السبب لم يأتي لا المنهاج ولا الكتاب عشوائيا، وإنما درس دراسة علمية بيداغوجية متوفرة فيها كل الشروط النجاح. الدرس الأول التلميذ لا يقرأ، لا يعرف القراءة، إذن فهي بدايته الأولى بتعرف تعرفه على هذه اللغة. إذن لا نجد في الدرس الأول أي شيء مكتوب، وإنما هي صور يعبر عنها بما قد اكتسبه من الرسوم المتحركة، من تواصل وسائل التواصل الاجتماعي إلى آخره. هذا وقد استحسن أولياء التلاميذ إدراج اللغة الإنجليزية في الدور الابتدائي. الطفل يستوعب كل لغات في الصغر، في الكبر تجي شوية واعرة، ماشي كيما في الصغر هذا كي يستوعبها أحسن من الآخر. في صغرهم المخ تاعهم يستوعب واش راهم يقولوا، وكي يتعلموها يرفدوها، يوليو الدراري ما بيناتهم يوليو يهضروا بها. القرار اللي اتخذه رئيس الجمهورية ما شاء الله تعليم اللغة الإنجليزية في الابتدائي، أنا أظن أنه حاجة مليحة. القرار تاع رئيس الجمهورية كان مليح في اتخاذ في اللونجلي كي يدخلها مع البريمار. فهم كل شيء بالانجلي، اي افسن ندخلها بالانجلي، كي الواحد يتعلم الانجلي او يتعلم بزاف حوايج. كل الاجراءات اتخذت لايصال هذا المكسب البيداغوجي الى جميع المدارس على المستوى الوطني. في إطار عملية دعم المناطق الحدودية وتحسبا للدخول الاجتماعي المقبل، أشرف الهلال الأحمر الجزائري على عملية إرسال شحنة من المساعدات من مطار بوفريك العسكري لفائدة المتضررين من الفيضانات بولاية برج باجي مختار الحدودية، وتمثلت في 2400 حقيبة مدرسية و100 خيمة وعتاد طبي ولوازم غذائية وأفرشة، فيما سينظم الهلال الأحمر الجزائري خلال الأيام القادمة قوافل طبية بشكل دوري إلى هذه المنطقة. هذه المساعدات تمت بمشاركة الجيش الوطني الشعبي الذي لا يتوانى في مرافقة مثل هذه المبادرات الإنسانية والالتزام الدائم بأداء هذه المهام النبيلة. دوليا، وفي فلسطين المحتلة استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني قرب قرية بيتين شمال شرق رام الله، كما اعتقل 28 فلسطينيا في وقت سابق بالضفة الغربية. وبمدينة نابلس اقتحمت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية شرقي المدينة بحجة تأمين دخول المستوطنين المتطرفين للقيام بطقوس دينية. في الملف الطاقوي، حذر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية من تزايد مخاطر حصول ركود في أوروبا جراء ارتفاع أسعار الطاقة، منوها إلى أن الشتاء المقبل سيكون الأكثر صعوبة، حيث حطمت أسعار الغاز مستويات قياسية جديدة لأول مرة منذ مارس الماضي. هذا وخصصت الحكومة الأوروبية 280 مليار يورو لتمويل إجراءات تخفيف آثار أزمة الطاقة على المستهلكين والشركات. في الرياضة وفي كرة القدم، تختتم اليوم منافسات النسخة الرابعة لبطولة كأس العرب للناشئين 2022 المقامة بالجزائر بإجراء المباراة النهائية التي تجمع المنتخب الوطني الجزائري ونظيره المغربي بملعب سيق بمعسكر في نهائي مغاربي يعد بالكثير، حيث يطمح من خلالها شبان رزق رمان دخول التاريخ من بابه الواسع. فحظ موفق لمنتخبنا الوطني للناشئين. نختم من ولاية بومرداس وفعالية الطبعة الرابعة لعيد العنب، حيث يسعى القائمون عليها لجعلها وطنية بغرض تطوير الاستثمار في هذه الشعبة. الروبرتاج لمايا خرفي. الموسكا ريد جلوب سنسو أحمر بعمر كلها أنواع معروفة متواجدة بالطبعة الرابعة لعيد العنب. أنا المستثمرة تاعي جاية في بلدية برج منايل، وحنا هذه المهنة هذه وورثناها أب عن جد.
دخلنا تقنية جديدة درنا العريشة أولا، وثانيا التقنية اللي ندخلوها رانا نمشوا فيها بالخبرة تاعنا. عجل احنا عندنا 40 سنة في الفلاحة ولا 50 سنة، رانا نمشوا بالخبرة أكثر من التقنية، لأن الخبرة جات لقينا فيها نزيد لنا الإنتاج. أكثر من 90 عارضاً في هذه التظاهرة بهدف تبادل خبرات وتطوير الاستثمار في مجال العنب. حوالي 3 ملايين و300 قنطار كما يقولوا منتوج من متوقعين وصلنا ليه، وبالك فيها أكثر. وهذه التظاهرة درناها علاش تحفيز؟ أولاً نبينوا على أساس ولاية بومرداس عندها الريادة، اثنين نشهروا بالفلاحين تاعنا، ثلاثة نشهروا بالمنتوج تاعنا. تساهم ولاية بومرداس بنسبة 53% من الإنتاج الوطني للعنب، نتيجة دعم الدولة وإرادة الفلاحين واعتماد التقنيات الحديثة وتوسيع المساحات المزروعة. ختام النشرة، أعود لألقاكم على رأس الساعة بإذن الله. شكرا لكم والسلام عليكم.